اصبر على تمن البدايات واوعى تستسلم، وما تفتكرش انك هتنجح من غير ما تتفرم وطوب الارض هيقف ضدك. هتتعب وهيحبطوك وهيشككوا في قدراتك، لكن انت لازم تكمل. برنامج اطمن نزل الشارع علشان يشوف احوال الناس، نزلنا الشارع علشان نطمن على الناس. يلا بينا. انبسطت لما شفتك عامل المشروع الجميل ده. والله يا استاذ محمد الحمد لله كله من فضل ربنا، يعني ربنا كرمنا، وانا بسعى دايما ان احنا يكون في تطوير في المشروع، وانا ربنا كرمني ان انا عملت المشروع الصغير ده، فطبعا ربنا يكرمنا يعني ان شاء الله، ونحاول نطور في الدنيا اكتر من كده. بنبسط لما بشوف شباب مكافح وزي ما بيقولوا كده بيعمل من الفسيخ شربات، عربيه ومكنه قهوه والكلام الجميل ده، وسمعت من اهل المنطقه ان انت يعني بتعمل مشروبات عظيمه. والله الحمد لله المنطقة هنا كلهم يعني مبسوطين بالمشاريب عندي، وطبعا انا بشجع الشباب ان هم يسعوا دايما ما يقفوش. قبل ما تشجع الشباب احكي لي عن نفسك، انت بدات ازاي؟ والله انا بدات بابسط الاشياء يعني وبقل الاشياء، والدتي ساعدتني كتير، فانا سعيد برضو مع مساعده والدتي ومساعده ربنا قبل اي حد. طيب قول لي حلمك اللي جاي ايه، ولا انت كده هتكتفي بالعربيه؟ والله الحمد لله حلمي بس ان انا اتجوز واخش دنيا. حلمك في شغلك، ما انت علشان تتجوز لازم تكون قد المسؤولية ومعاك قرش يجوزك، علشان انت تتجوز بنت ناس عايزة تعيش برضو حياة كريمة. طبعا والله استاذ محمد احنا انا بدأ ربنا ان هو ربنا يوفقني يعني في شغلي واطور من شغلي، انا نفسي اطور من شغلي في نفس المكان برضو، يعني بدأ ربنا ان ربنا يكرمني ان هو اطور من شغلي في نفس المكان، بدل العربية مثلا تبقى محل هنا، ربنا يكرمني في حاجة تاني. يعني انت نفسك بعد العربية تفتح محل كبير؟ يا ريت والله يا ربنا يكرمني ونفتح محل كبير، او حتى نفتح حاجه مكان العربيه دي، بس تكون على تطوير شويه. طب تفتكر ده يتحقق ازاي؟ ده يتحقق بالسعي بقى، وانك تسعى. الله، انا انبسطت من الكلمه دي، يتحقق بالسعي. صح، هتسعى هتاكل الشهد، هتقعد مكانك ولا اي حاجه. اكيد طبعا هتقعد مكانك ولا اي حاجه، وزي ما ربنا قال لكل مجتهد نصيب. تقول للشباب اللي قاعدين مستنيين الشغل يجي لهم لحد البيت، اقول لهم ان هم ده طبعا لازم يسعوا عشان خاطري، هي دي سنه الحياه، ويخش الدنيا وما ياثروش في حياتهم في شيء، ولازم تعمل دلوقتي عشان ما تتعبش بعد كده في مقبرك. وليس للانسان الا ما سعى. طبعا وليس للانسان الا ما سعى. هتسعى هتتعب شويه شويه مجهود، هتبقى احسن حد في الدنيا. اكيد طبعا، ما لكل مجتهد نصيب زي ما قلت لحضرتك، فما تقعدش مكانك وتقول انا ايه، انا عايز وعايز وعايز، وما تعملش، لازم تسعى عشان خاطر تعرف تحقق اللي انت عايزه. انا مبسوط بيك ومبسوط بكل شاب بيعمل اي حاجه حلوه في البلد دي. انا مبسوط بحضرتك والله اكتر، وربنا يكرمك، وانا مبسوط بحضرتك ان انت شرفتني في مكاني والله، وانا نفسي تيجي تتسجل مع حضرتك تاني ان شاء الله في التطوير. ربنا يوسع عليك ويكرمك. ربنا يكرمك ويرزقك من حيث لا تحتسب. انا عايز بقى كوبايه شايخ في الخمسينة كده تظبط دماغي. يلا. بتعمل ايه؟ براجع الامتحان بتاعي، لسه خارج من الامتحان. ان شاء الله ناجح، ومنقول الصف اللي جاي باذن الله. رايح سنه كام؟ انا بخلص جامعه ان شاء الله، اخر سنه ليا في الجامعه. كليه ايه؟ كليه اثار والارشاد السياحي. كان نفسك تخش كليه اثار؟ والله يعني كان نفسي ادخل كليه تانية، بس هي الكليه دي اللي جيت في المجموع بتاعي يعني، والحمد لله يعني بحاول اخلص على قد ما اقدر الكليه، وان شاء الله يعني باذن الله هتخلص باذن الله يعني. بس انت عارف كليه اثار من احسن الكليات اللي موجوده. طبعا. في مره كنت قاعد مع نفسي كده وسالت نفسي، قلت وانا عايش ليه؟ الناس اللي ماشيه في الشارع واللي احنا شايفينهم دول عايشين عشان ايه؟ فقلت اسالك لما شفتك، انت عايش ليه؟ انا والله عايش عشان انا حاليا في السن الحالي اللي انا فيه بحاول اخلص الجامعه ان شاء الله، وخاطب، وان شاء الله المرحله اللي جايه جواز ان شاء الله، واخلص جامعه يعني. ايوه. عايش عشان تتجوز ولا عايش ليه؟ عايش عشان اخلص جامعه واتجوز واشتغل. حلمك ايه؟ يعني نفسك بعد 10 سنين تعمل ايه في حياتك؟ الواحد يحاول يطور من نفسه في شخصيته وفي شغله وفي تعامله مع الناس بشكل عام، ويكتسب خبرة زيادة من الحياة. نصيحة مني،
ولكل الشباب، اي شغلانه تقابلك مهما كانت شهادتك اشتغلها، دوس دوس وما تخافش ايا كان، لان ده هيزيدك خبره وهيزيدك علم، هيزيدك حاجات كتير. والخبره في الحياه، الخبره في الحياه اوقات بتكون اهم من الدراسه، بتعلمك حاجات ما خدتهاش في مدارس، تعرف كده؟ اكيد طبعا. هتتعدل واحوال